فالرب عز وجل ينبه فينا بقى ما نديروش الفتن. وانت جاي دير سياسة باسم الدين، وكل واحد يسمي زين، وتوصلوا الناس حتى قالوا، وهذا رد فعل طبيعي من عندي انا، قالوا يا ويحكم اللي تفوتيو مع ابن الشريف، يوم القيامة مصيركم مجهول، واللي يفوتي مع عباس المجال يدخل الجنة. قالوها في الجمعة تاع الصلاة. وانا ثانيا يعني رديت عليه، ورد على الاخ هذا اللي يقول لي دير الاقصاء. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذ قيل له اتق الله أخذته العزة منه فحسبه جهنم ولم يسميها. أنا تاني الرد عليه بعنف، كيحبوا يردوا عليا بعنف. أنا قاعد نقول نطبق الشريعة بلا ما نسيسها، بلا ما تحتاج الشريعة تطبق. وأنا من الناس كي يسرق واحد أنا نقصرو يده، ربي اللي قال. وأنا نروح أبعد، إن الذين يحاربون الله ورسوله أو يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع إيديهم ورجليهم من خلاف أو ينفون في الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولا في الآخرة عذاب عظيم. أنا اللي مصنف في إسلامي أستاذ بن سليمة، باش نرفعوا شوية برك. ما لا على حسب الحطة، وقيل ما لا فيها شرائح كبيرة تروح يتقطعوا يديها. يتقطع يده من لا دروات ومن لا ورجله من لا قول ويتسلط. أنا كنت رأس السلطة كي ديتورني 10 ملاير كونداني أمور، كي ديتورني 5 ملاير تتسلط، 5 ملاير تقطع يدك رجلك مع لا قول، مليار تروح 20 سنة في الصحراء تلقط الحجر باه نخدموا الراية. أقسم بالله غير نطبقها حرفيا بلا ما ندير حزب إسلامي. العقوبة تجي من القرآن. ما لا اسمه ويحيى وسلال، ما لا باصا. أنا ما يهمنيش فين أنا كنا. أنا من الأول نهار بديت السياسة قلت نسعى أن نبني دولة إسلامية في الروح، ديمقراطية في المنهج، وعصرية في الاقتصاد.